السيسي يعلن عقد اللجنة المشتركة بين مصر والنمسا العام المقبل. الكشف على أكثر من 18 مليون ضمن حملة 100 مليون صحة. والرقابة الإدارية تنتهي من إعداد أول دراسة متكاملة لحل قضايا الاستثمار والتحكيم الدولي. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم في موجز لأهم الأخبار يأتيكم من إكسترا نيوز. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس على عقد اللجنة المشتركة بين مصر والنمسا العام المقبل. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع كورتس في العاصمة فيينا، أكد السيسي أن مصر ملتزمة أخلاقيا وإنسانيا تجاه المهاجرين وتبذل جهودا كبيرة لحل قضية الهجرة غير الشرعية، مشددا على عدم خروج قارب واحد من مصر يحمل لاجئين إلى أوروبا. أوضح السيسي أن ملايين اللاجئين في مصر لا يعيشون في معسكرات، ولكن يتم تقديم لهم ما يقدم إلى الشعب المصري بالكامل. وقد شهد السيسي وكورتس التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين للتعاون في مجالات التعليم العالي والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وتوريد مستلزمات إنشاء مصنع لتقديم الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، وذلك بشراكة مصرية نمساوية. أكد رئيس الجمهورية أن الاستثمارات والصناعات النمساوية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة. وخلال مباحثاته مع نظيره النمساوي فان دير بيلن، أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعميق وتعزيز العلاقات مع النمسا، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال تعظيم حجم الاستثمارات. وقال السفير بسام راضي متحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس النمساوي أشاد بخطوات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص النمسا على مساندة جهود مصر. كما التقى رئيس السيسي مع رئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتيكا، وذلك في مقر البرلمان بالعاصمة النمساوية فيينا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي أفادت بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة. أوضحت وزارة المالية أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة. أكدت الوزارة أن ما تمت إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية وقد تم تعديله. تفقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مركز طب الأسرة بالدراسة ومستشفى القاهرة الفاطمية لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وحث رئيس الوزراء المرضى على متابعة العلاج، مضيفا أنه لا داعي للقلق، خاصة أن نسبة الشفاء من فيروس سي تصل إلى 96%. من جهتها أشارت وزيرة الصحة إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المبادرة، حيث وصل عدد المترددين لإجراء الكشف حتى الآن 18,720,000. يعني حوالي تقريبا ممكن نعدي 100 حالة. صرح رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي بأن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حقق تقدما في تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية. قال مدبولي أنه تمت مخاطبة بنك التعمير والإسكان لتسليم 1032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وجاري تنفيذ 912 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الفاخر في مراحل متقدمة.
أعدت هيئة الرقابة الإدارية دراسة لأسباب خسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة مليارات الجنيهات وأثرت سلبا على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية. ذكرت الهيئة في بيان لها أن دراسة وضعت تصورا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بداية من مرحلة ما قبل التعاقد وانتهاء بالإجراءات الواجب اتباعها في حال وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي. إلى هنا نصل لختام هذه الجولة الموجزة من الأخبار، لكن بإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا extranews.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.